انا من لجنه لانه ولا أقدم انت مرحب فيه. انا بختلف مع وزير العمل كل الاردن تعرف، بس ما بيطلع لي اقول له غير مرحب فيه. لا والله غير مرحب، لا هذا بيت الشعب، هذا مش بيت الوزراء، كلهم مرحب فيه، كلهم رجال الدوله، كلهم رجال الدوله، بصير اخطاء هنا وهناك، كلهم رجال الدوله. يا سيدي هذا رايي، وهذا رايي، كل واحد يحكي رايي. اذا تكرمتوا اخوي، إذا تكرمتوا أنا بدير، إذا سمحت، ما هو إذا سمحتي أنا رئيس اتحاد بدي أحكي على راسي، ما بزبطش إنه ترفع إيدك تحكي. إذا تكرمت أنا اللي بتكلم. إذا تكرمت عندنا أدبيات. إذا تكرمت أخوي ناجح العدوان تفضل، ولا واحد يقاطع واحد. إذا تكرمتوا أخواني الله يصبحكم بالخير. سعادة الرئيس والزملاء المحترمين، احنا بلجنة الزراعة متابعين الامر مش من بداية السنة، بل من سنوات، وانا قبل لا اجي لمجلس النواب والحكومة الاردنية التابع بعملية ايجاد حل لقطاع الزراعة وقطاع العمل بالاردن. احنا هنا جايين نجتمع سواء وزراء او ضمان او اتحاد او وزارة الزراعة او نواب لايجاد حلول. احنا بدنا نفتح باب الحديث الان، وببتدأ بسعادة النائب سليمان ابو يحيى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ابتداء من الصراحة بدنا نبدأ في المشاكل اللي واجهها المواطن الأردني، اللي هو بيخاطبنا دائما في الشارع من خلال وسائل التواصل، فواجب علينا احنا منتخبين نقول همه. فأول مشكلة انا يعني واجهتني مع السيد مدير الضمان الاجتماعي. السيد مدير الضمان الاجتماعي بعثنا له قبل شهر تقريبا، قلنا له في مظلمة وقعت على شخص من الأشخاص، مظلمة مش واسطة ولا شيء بغير وجه حق. فإذا سمحت يا مدير الضمان الاجتماعي شوف لنا شو المشكلة، حل لنا إياها. إذا هذا الشخص صاحب المظلمة له حق أعطيها، ما له حق إنهي من عندك. وللأسف رنينا عليه مرتين، ثلاث، عشرة، على يومين، على ثلاث، على عشرة، على 20 يوم، بردش. ومع إنه إحنا يعني للأمانة بيرن على الوزراء بردوا وبرجعوا لنا وبيساعدوا، واللي بردش برجع لك بعد شوي. وانت لست بأفضل منهم، فلا ايش انت خالفت نهج جلالة سيدنا اللي اوصاك بسياسات الباب المفتوح. كيف المواطن مش عارف، انا النائب مش عارف اوصل لك وبتردش علي، كيف المواطن العادي؟ انت المدير الضمان الاجتماعي اللي بين ايديك اموال الاردنيين ومدخراتهم، مستقبل الاردنيين بين ايديك، انت مش امين عليهم اصلا. كيف بدك تكون انت ما بتودش على اذا سمحت خلينا كمان تاخذ الراحه اكثر من اذا سمحت ما في واحد راح ياخذ الحديث منك. اذا تكرمت علي برجوك رجاء حار، لما بحكي بشيء شخصي ما حدا يخطئ، احنا بنحكي يعني بامور عامه وبتحدى. اذا انا دخلت في اي امور خاصه، امور عامه، هذا حق الشعب الاردني اللي انتخبك ووصلك لهذا الكرسي. انا بدافع عن المواطن الاردني اللي له مظالم، مش قادر يصل للمسؤول. اذا احنا مش قادرين كيف نوصل هذا المواطن؟ الثقه بمؤسسات الدوله انعدمت من ورا اللي زيك. لانه لا 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 يا عمي لو برجوك بلاش بلاش انت بلاش. انا مش شخص طبعا، ما هي شخصني، هو شخص اصلا يا حبيبي. لا تقاطعني اذا سمحت، انا بعرف شو بحكي. هو موضوع مع مدير الضمان هو نفسه. اخوي سليمان خلينا في سن التقاعد، وقال الواحد يصل سن التقاعد عوكر، صار يصير معاه زهايمر، وقالوا مات ومطول باله الشعب وانتوا ولا مستجيبين. وكمان انت الوضع الاقتصادي تعبان والسياسات مبهمه، الوضع السياسي مجهول، واحنا كمان المواطن تقول له روح الطعم بقول لك حاضر، روح طلع شهاده مطعوم حاضر، روح يا عمي طلع تطبيق سند بقول لك حاضر، رفعنا الكهرباء حاضر، رفعنا البنزين حاضر، روح الطعم حاضر. المواطن صار نزيل، مش معقول، ادفع زي الصوص حاضر، مش معقول. على كل احنا اذا سمحت هذا النهج اللي انت بتنهجه، يعني انت تبع فيه الوزير اللي انت منسوب له،
يعني على الاقل قلد الوزراء اللي معاك، انت لست بافضل منهم. هذا الشيء غير مقبول، وانت غير مرحب فيك في هذا الاجتماع. لا 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 لا, لا, لا مرحب فيه اذا سمحت. يا سيدي انا رايي، انا راي الشاب. اسمع علي، انا بتكلم، انا رايي. لا لا مرحب فيك. انا لا اسمع، احكي لك شغله. انا المواطن اللي انتخبني هو اللي امني اوصل هاي. لا حكيت له وانا وصلت له اياها، بدي اوصلها. لا حكيت له. واي مواطن بيشتكي على اي مسؤول انا راح اكون واقف له. وقف زي ما انت واحد في الاجتماع. والله يا اخي سعد الصبح، ليش انت ليش بترد على راسك ريشه؟ انت ليش بترد على رسالتك الصبح مرفوض؟ ليش ما بترد؟ اسمع شو يعني؟ انت فاهم مليون مره رنين عليك، انت فاهم الموضوع غلط. اربع سكرتيرات واثنين مدراء مكاتب، شوف غير للبيت وشوف غير لك. مش معقول اني مش قادر ادير الجلسه. اذا تكرمتوا علي، اذا تكرمتوا علي، مو هيك مو هيك، بقدم اعتذاري باسم لجنة العمل. انا من لجنة العمل ولا اقدم. انت مرحب فيك، انا بختلف مع وزير العمل كل الاردن تعرف، بس ما بيطلع لي اقول له غير مرحب فيك. لا والله غير مرحب. لا هذا بيت الشعب، هذا مش بيت الوزراء. كلهم مرحب، هذا بيت الشعب، كلهم رجالات دولة، بصير اخطاء هنا وهناك، كلهم رجالات دولة. يا سيدي هذا رايي، هذا رايي، وكل واحد بيعطي رايي. اذا تكرمتوا اخوي، اذا تكرمتوا، اذا تكرمتوا انا بدير. اذا سمحت، ما هو اذا سمحت لي انا رئيس التعاون تحكي على راسي، ما بزبطش انه ترفع ايدك تحكي. اذا تكرمت، اذا تكرمت انا اللي بتكلم. اذا تكرمت، اذا تكرمت عندنا ادبيات. اذا تكرمت لا اخوي ناجح العدوان تفضل، ولا واحد يقاطع واحد. اذا تكرمتوا اخوي سليمان لما حكيت ما انسان قاطع، فبرجوك اخوي سليمان اللي بجيب سيرتي ما ناس قاطعك سيدي، انا بجيب سيرتي ما ناس قاطع اي واحد، ما بزبط اخوي سليمان، لو سمحت ما بجيب سيرتي حدا. لما حكي ولا انا بحكي مع الحكومه، بحكي مع النواب، ولا ما بدنا محامين دفاع عن الحكومه، ما في واحد الحكومه تدافع عن حالها. ما شاء الله يا اخوي سليمان، لما تحكي واحد فكرته عن شغله هذا ليس محامي. كمل كمل فكرته، يحكي فكرته بس ما يجيب سيرتي. ما اسالك يا سليمان، ما اسالك يا سليمان، بقول لك بخالفك بالراي، ما اسال بخالفك بالرأي زي ما انت بتخالف اي واحد، وهذا حق. تفضل اخوي علي. فبدنا نسمع تفسير من مدير عام الضمان الاجتماعي على موضوع اشراك الاعمال الوافدة في الضمان الاجتماعي، واثر الايجابية واثر السلبية. شكرا اخوي. بس نقطة بس، عادي والعطوفة والمعالي والاخوان الحضور، ما واحد يقاطع واحد. انا رئيس الجلسة وانا اللي بديرها، اذا تكرمتوا